جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، متى يجب سجود السهو؟ وهل هو قبل السلام أم بعده؟ إذا زاد في الصلاة يشرع سجود السهو إذا زاد في الصلاة أو نقص سهوا أو شك فيها، شك في عدد الركعات أو شك في أداء واجب أو نحوه. المهم أنه يجب سجود السهو في ثلاث حالات، في ثلاث حالات. إذا زاد في الصلاة سهوا أو نقص من الصلاة سهوا أو شك في الصلاة في الجملة بعد إتيانه بما نقص من الصلاة، إذا كان ترك ركعة أو أكثر أو ترك ركنا من ركعة فإنه كترك الركعة، يأتي بما نقص ثم يسجد للسهو. أما إذا كان ترك واجبا فإنه يجبره سجود السهو، إذا ترك واجبا سهوا فإنه يجبره سجود السهو. وكذلك إذا شك يبني على اليقين وهو الأقل ويكمل صلاته ثم يسجد للسهو. نعم.